السلام عليكم، هل يمكن للمال أن يشتري لك السعادة؟ وهل هنالك علاقة بين النزعة الاستهلاكية ونقص احترام الذات؟ وهل تؤدي النزعة المادية إلى السعادة أم إلى الشقاء؟ معكم درويش معوض، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية، وبشكر الكثير اللي شرفني بالاشتراك بقناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، واللي لسه يعني ما شرفنيش واشترك بالقناة بيسعدني جدا انه يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس على اليوتيوب على اساس انه توصلوا الحلقات القادمة. طبعا مثل ما الجميع بيعرف انه احنا يعني عايشين بمجتمعات فيها النزعة الاستهلاكية قوية جدا، والناس يعني دائما عمالها بتشتري الاشياء اللي بتلزمها واللي ما بتلزمها، واللي يعني المصانع مش قادرة تلحق على الناس سلع وخدمات عم بيصنعوا وعمال بيبيعوا، والناس كمان عمالة بتتطلب. لكن لما بتقعد مع الناس بتسألهم مثلا عن السعادة، انه قديش عندهم سعادة، هل كانوا سعداء بالأول أكثر أم من حاليا أكثر، فبتلاقي انه يعني قليل جدا من الناس اللي بيشعروا بالسعادة. طبعا لما بتقعد مثلا مع الناس بالدول الغنية والدول الصناعية بتسألهم مثلا عندك سيارة، بقول لك عندي تنتين، واللي بقول لك عندي ثلاثة. طبعا يعني عيب جدا انك تسأل عندك غسالة، عندك ثلاجة، عندك يعني منشفة الأواعي. هذه الأسئلة طبعا عيب جدا انك تسألها، لأنه أكيد عنده ممكن ثلاجة وثلاجتين وطقم سفرة وطقم نوم ويعني طقم استقبال في البيت، وعنده كل أنواع الرفاهية، وولاده بيدرسوا بالجامعات وبيدرسوا بالمدارس الخاصة والمدارس الحكومية. وطبعا لما هو بيمرض يعني بيلاقي انه الحكومة بتعالجه، ولما يعني بيصير مثلا في حالات تفنيش في الحكومة بتدير بالها عليه وبتدير بالها على عيلته، فهو ما عنده مشاكل يعني مشاكل مادية، ما عنده مشاكل مادية ابدا. لكنه مع نفس الوقت الناس هناك بتلاقي عندهم ما عندهم توتر، بتلاقي عندهم قلق من بالحياة، بتلاقي عندهم ازمات نفسية، بتلاقي عندهم يعني مشاكل اجتماعية، مشاكل فكرية، مشاكل اقتصادية، توتر دائم، فما فيش عندهم بشعروش بالأمان، بشعروش بالراحة، بشعروش بالسكينة، مع أنه يعني عندهم كل أنواع الرفاهية في حياتهم. لما بتروح مثلا على المدن الفقيرة أو القرى الفقيرة وبتقعد مع الناس وبتسألهم، فبتلاقي مثلا يعني عيب جدا اصلا انك تساله عندك سياره، لانه هو يعني ما عندهش سياره. هذا طبعا اذا يعني حتى لو كان يعني عائلته كبيره، لكن ما عندهم مش سياره، ما عندهم مش مثلا ممكن ما يكونش عندهم حتى ثلاجه، ممكن ما يكونش عندهم مايكروويف، ممكن هالاشياء هذه يعني مش متوفره عندهم في البيت. لما لا سمح الله بيصير في عندهم حالات مرضيه، هو بيضطر مثلا يعالج اولاده على حسابه، المدارس كمان مثلا لازم يدفع اقساط المدارس، الجامعات يعني هذه يعني حلم عند العائلات الفقيره او العائلات اللي بتكون بالقرى، هذا حلم من الاحلام انه ابنه يروح على الجامعه ويتعلم ويصير مثلا خريج جامعي. فبتلاقي لكن لما تسألهم يعني عن حالتهم الاجتماعية وبتقعد معاهم، فبتلاقيهم مبسوطين جدا وبيحبوا بعض وفي عندهم تفاعل اجتماعي قوي جدا. يعني أنا كتير زرت من هذه العائلات الغنية والفقيرة وقعدت معاهم، وبعرف ناس يعني إلي أصدقاء في العائلات الغنية وإلي أصدقاء عند العائلات الفقيرة. لما بتقعد يعني أنا شخصيا بتكلم يعني عن خبرتي أنا شخصيا، لما كنت أقعد مع أصدقائي أو مع الناس اللي في العائلات اللي إحنا بقول عنها فقيرة، فبتلاقي عمالهم يعني عمالهم بيضحكوا وبيحكوا نكت و بيأكلوا مع بعض ويعني مرتاحين، وأنا بستغرب أوقات يعني بقول إنه يعني ليش بيضحكوا هذول الناس، يعني من أي كلمة صغيرة هيك بتلاقي بيضحك ومبسوط وبتطلع على أبوه بتطلع على أمه، وبكون قاعد مثلا جم أمه جم أبوه بيتكلموا. أنا بعتقد يعني أنا بقعد أفكر بقول يعني ليش مبسوطين، لا سيارة لا مايكروويف لا ثلاجة لا غسالة، لساتهم بيغسلوا على أيديهم، طب ليش يعني مبسوطين؟ لكن فعلا يعني هي الشغلة مش شغلة انه عنده ثلاجة وسيارة وانه يعني معه مصاري بالبنك، هي الشغلة قضية انه هم سعيدين لانه السعادة بتيجي من جواهم، هم فعلا سعيدين. ما بينما مثلا بتقعد مع العائلات الغنية سواء في الدول يعني الصناعية أو الدول الغنية أو حتى في الدول يعني المتوسطة الحال، تقعد مع العائلات الغنية ما بيكلموك إلا على التوتر، وبيكلموك على الأزمات النفسية والمشاكل الصحية اللي بيصير يعني بتصير عندهم.
فيعني لو انه مثلا احنا على اساس انه احنا نقارن بين هاي المجتمعات الغنيه والمجتمعات الفقيره، ونشوف مثلا انه يعني كيف انه المال او الغنى عماله كيف بيأثر على السعاده، ففي طبعا مقاييس كثيره عند يعني علماء الدراسات الانسانيه عندنا في الاقتصاد او في الاداره او في علوم الاجتماع. من احدى هذه المقاييس اللي احنا بنقيس عليها انه درجه او العلاقه بين الغنى والسعاده اللي هو بيسموه يعني الرضا عن الحياه اللي هو life satisfaction. هذا احدى المقاييس بنقيس احنا فيه انه يعني هل الناس يعني هذه الفقيره يعني سعيده ولا مش سعيده، والناس الاغنياء هذول سعداء ولا مش سعداء. فبنلاقي انه يعني كثير من الناس في الدول الغنيه بيبلغوا او بيتكلموا عن يعني حياه او رضا عن الحياه الماديه، يعني راضين جدا عن حياتهم الماديه، مصاري، سياره، بيت، عفش، اولاد بيدرسوا بالمدارس بالجامعات، لو صار مثلا اي حاله اقتصاديه سيئه بالبلد بتلاقي انه الحكومه عمالها بتساعده، حتى يعني انه ما عندهم مشاكل ماديه اطلاقا، لكن مشاكلهم مشاكل بالسعاده. طبعا هذا بيشير وبيدل انه يعني ما فيش علاقة حقيقية انه اذا انت معك فلوس ومعك مصاري معناته انه انت لازم تكون سعيد. والناس اللي عمالة بتلحق مثل ما تكلمنا بالفيديو السابق، الناس اللي عمالة تلحق السعادة بانه لازم يشتروا اشياء ويعني يعني يعني يشتروا المتع هذه، كل هذا يعني ما بيؤدي الى السعادة، عمال بيؤدي لهم يعني بيؤدي بهم فيهم الى الشقاء. طبعا يعني لو احنا تكلمنا مثلا عن تزايد النزعة المادية في المجتمعات الصناعية، فبتلاقي انه المجتمعات الصناعية او المجتمعات الغنية او حتى في مجتمعاتنا صار في عندنا تزايد للنزعة المادية، يعني النزعة الاستهلاكية هذه يا جماعة نزعة مادية، حب المال، حب المال. يعني في ناس خلاص صار عندها كل عائلها وكل تفكيرها انه بدها تشتري، بدها يكون عندها يعني اشياء، بدها تستحوذ على اشياء اكثر واكثر، بيفكروا انه راح تجيب لهم السعادة. فمثلا يعني من الأسباب أنه الناس صارت تطلع على بعضها، حتى في الدول الصناعية والدول الغنية والدول الأجنبية بتلاقي أنه هذه المشكلة موجودة كمان، مش بس في مجتمعاتنا حتى في مجتمعاتهم بيطلعوا على بعض، هذا اشترى سيارة فأنا بدي أروح أشتري سيارة، هذا عنده بدلة لازم أروح أنا يعني أشتري بدلة زيه. حتى اني انا مره كنت قاعد يعني في احدى الندوات وكان واحد عماله بيتكلم معاه، يعني بيقول لي شايف هذا الشاب اللي هناك، بقول له اماله، فبيقول لي هذا لابس بدله اي تي. فانا استغربت والله، يعني بقول له كيف يعني بدله اي تي؟ طب ما احنا كلياتنا بالندوه يعني لابسين بدل. لا 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 لا، بقول لي هذه لا لا هذه غير، هذه بدله اي تي، هذه متخصصه او خصوصيه بيصنعوها للناس اللي بيشتغلوا في مجال الاي تي. فقضية انه يعني في ناس عمالة بتصنع وبتقول لك انه هذه بدلة فاينانس، اذا انت بتشتغل بالتمويل لازم تلبس هذه البدلة، واذا بتشتغل بالاي تي لازم تلبس هذه البدلة، واذا انت بتشتغلي مثلا بالقضية بال 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 بالمصنع او بالمحل او مثلا انت يعني بتشتغلي بالمبيعات لازم تلبسي هذا البدلة او هذا الفستان. فهذه الشغلة يعني صارت انه كل الناس عمالة تطلع بعض، مش احنا مش عمالنا نشتري لانه بلزمنا، لا احنا عمالنا نشتري لانه احنا بنطلع على بعض. السبب الثاني اللي بيقولوا يعني عن الباحثين في قضايا الغنى والسعاده انه الناس الايام هذه عماله تستخدم الشراء او عمالهم بيشتروا يعني الزياده بالمتع يعني بيستخدموها كوسيله لملء الفراغ النفسي في حياتهم، عندهم فراغ نفسي في حياتهم، ما عندهم مش تفاعل مع أهلهم، ما عندهم مش تفاعل مع أسرهم، ما عندهم مش تفاعل مع الناس، كل قضاياهم قضايا إنه يعني بس نشتري على أساس إنه إحنا نبين في المجتمع إحنا لازم نشتري، وبيروحوا بيشتروا وبعدين ما بيشعروش بالسعادة، فبيشتروا أكتر ما بيشعروش بالسعادة، بيضلهم يشتروا أكتر وأكتر وأكتر ويصرفوا مال أكتر على أساس إنه يشعروا بالسعادة، لكن بحقيقة الأمر ما بيشعروش بالسعادة. كل هذه بس يعني قضية إنه ملء الفراغ النفسي. هذه القضية يا جماعة قضية كتير مهمة، قضية كتير خطيرة، لازم إحنا نتنبه لها، لأنه هذه القضية ملء الفراغ النفسي هذا المدخل هذا تبع المخدرات وتبع الانتحار، لأنه بيصير يعني حتى إحنا بنشوف يعني كتير من إحنا ما بدي أذكر أسماء بس إحنا بنشوف بحياتنا يعني إنه مثلاً
ناس كانوا فقراء أو كان مثلا حالتهم المادية متوسطة، ومثلا عن طريق لعب كرة القدم أو مثلا عن طريق إنه يعني صار ممثل في الأفلام والمسلسلات، فبيغنى فما بيعرفش إيش بده يسوي بهالمصاري هاي، لأنه بيفكر إنه يعني هذه المصاري هلا راح تجيب له السعادة، فبيصير يشتري سيارات وعمارات وبنايات وبيسافر وبيصير يسوي حفلات. كل هذه الأشياء مش عمالة بتجيب له السعادة اللي هو كان متوقعها، فبينحرفوا للمخدرات وبينحرفوا للانتحار، وبتأدي فيهم لمشاكل يعني كبيرة وأزمات نفسية كبيرة إحنا بغنى عنها لو إنه إحنا فهمنا إيش قضية السعادة في ديننا وعند يعني بإسلامنا، وإيش قضية المتعة وفهمناها لأولادنا. القضية الثانية يا جماعة، مثلا بيجيك ناس بيقول لك، وأنا يعني سمعتها من كثير من الناس، بيقول لك طب يعني أنا مش مشكلة عندي، إحنا أغنياء ومعانا مصاري، خلي أولادي يعني يتبغددوا وخليهم يصرفوا، ما خصناش يعني، أنا عندي مصاري كثير وأنا كمان بنفسي بدي أروح يعني أتأصرف وأتمصرف وأهيز زي ما بيقولوا. القضية هذه يا جماعة غلط كتير، يعني الإخوة والأخوات اللي عندهم مثلا يعني مرتاحين ماديا لازم كمان يديروا بالهم من الشغلة هاي. ليش؟ لأنه في ارتباط كبير جدا بين النزعة المادية ونقص احترام الذات. انتبهوا لهاي الشغلة. بتلاقي مثلا انه الناس اللي مثلا بتلحق المتع وبيصرفوا على المتع بيصير هم يفكروا انه يعني احترام الناس لهم نابع من انه هو عنده ساعة غالي جدا، عنده سيارة غالي جدا، عنده اشياء هو بيعرف هو عماله بيستعملها، بيعرف انه الناس اللي شافته او شافيته راح يكون يعني راح يكونوا كتير يعني مستغربين، او يعني واو يعني انه عنده ساعة غالية، والله هي راكبة سيارة كتير حلوة، لابسة فستان غالي جدا. فهذه الاشياء بتخليهم انه بدل ما انه يعني يفرجوا المجتمع او يعني يشعروا الناس باهميتهم بالمجتمع عن طريق انجازاتهم، بيصيروا يشعروا الناس او يخلي الناس تشعر بانه يعني هم يعني اهميتهم في المجتمع عن طريق ساعتهم، عن طريق لبسهم، عن طريق مشيتهم، عن طريق قصات شعرهم، عن طريق الموسيقى اللي بيسمعوها، عن طريق الموضه اللي بيتبعوها. هذه شغله خطيره جدا، لانه هذه بتقلل انجازات اولادنا وبتقلل انجازات الناس في المجتمعات. يعني بدل ما انه هو يتفاخر بانه مثلا جاب مثلا علامات ممتازه جدا في المدرسه او في الجامعه، بدل ما انه يكون يعني سعيد بانه هو قدم انجازات للمجتمع، بدل ما انه هو سعيد مثلا انه اخترع شيء جديد، بدل ما انه يكون سعيد بانه مثلا بيزور المرضى، بيساعد المحتاجين، بيساعد مثلا ناس من ذوي الاعاقات الخاصه، لا هو بكل تفكيره او كل تفكير الناس بيصير انه والله انا عندي ساعه غاليه، انا عندي سياره غاليه، انا يعني بمشي على الموضه، انا شوفوا كيف بقص شعري، شوفوا بنطلون الجينز كيف انا ممزعه وكيف انا اشتريته ممزع، هذا البنطلون هذا براند، هذا يعني غالي جدا. فهذه الشغلات إذا هذه الناس بتنحرم منها لا سمح الله في يوم من الأيام، وأهاليهم بيبطلوا قادرين يشتروا لهم ساعة غالية وسيارة غالية، ويعني بطلوا يمشوا على الموضة، على طول هدول الناس بتلاقيهم صار يعني يحكوا مع بعض، يعني يحكي الإنسان يحكي مع حاله، بيروح من عنده قضية احترام الذات تبعه ويصير يحكي مع حاله، يعني هل فعلا الناس عم تحترمني ولا لا؟ طب أنا هلأ مثلا كنت راكب سيارة غالية كتير، هلأ أنا ما عنديش سيارة غالية كتير، بدي أروح مثلا بسيارات السيرفيس، بدي أروح بسيارات الأجرة، بدي أطلع بالباص، هل كيف الناس راح تطلع علي؟ كيف راح الناس تشوفني؟ فعشان هيك في علاقة فعلا بين النزعة المادية والنزعة الاستهلاكية ونقص احترام الذات. فلذلك يا جماعة لازم إحنا ننتبه جدا على الانسياق وراء المتعة. طبعا على أساس أنه يعني نعطي الموضوع حقه، الدراسات بتقول أنه الغنى لا يرتبط ارتباطا وثيقا بالسعادة، ولكن الغنى يمكن أن يهيئ العديد من السبل نحو تحقيق السعادة. يعني إذا أنت مثلا هاي العائلة سعيدة جدا لكنها ساكنة في بيت يعني في أيام البرد مش مدفى وشعرين إنهم يعني بردانين كتير، أو بيت مثلا عماله بيخر مية عليهم، طيب هم سعيدين ومعهم مش مصاري. طب لو كان هم مثلا ساكنين يعني في بيت منيح وكانوا أغنياء لكن كان عندهم هذه نفس العقلية بالسعادة بيكون أحسن، يعني سعيد وبردان أو سعيد ومتدفي، طبعا سعيد ومتدفي. فالغنى يا جماعة بيؤدي ممكن أنه يكون سبيل من سبل
السعادة لكن مش هو السعادة. وطبعا يعني قبل ما أنهي الحلقة هاي لازم أقول إنه الصحة النفسية الصحة العقلية ما بتكون إلا في وجود شبكة دعم قوية، عندك أسرة يعني بتتعامل معها بتتفاعل معها، عندك مثلا علاقات أسرية علاقات عائلية، عندك أصدقاء يعني بيحبوك بتحبهم، بتقضي أوقاتك مثلا بالسعادة، عندك إنجازات في المجتمع، أنت شاعر أنه أنت عمالك بتقدم إشي للمجتمع، عم بتساعد الفقراء، عم بتساعد المساكين، عمالك تتكيف بحياتك مع زوجتك مع أولادك، حتى لو أنه مثلا أنت ما عجبكاش أشياء مثلا بعد الزواج في زوجتك، لكن أنت طالما أنه يعني هذه الأشياء مش حرام لكن هي فقط عن يعني اختلاف بالعادات والتقاليد والتفكير، فبضلني مع زوجتي بحاول أني أتكيف معاها. هذه هي الإنجازات الحقيقية اللي بتأدي للسعادة، مش أنه إحنا نركض وراء المتع ونشتري 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 وبعدين نلاقي حالنا أنه إحنا أكثر شقاء. ولو يعني المجتمعات الغربية هي يعني على أساس أنه يعني هي المجتمعات الغنية المفروض أنه ما يكونش في عندهم لا توتر نفسي ولا يعني مشاكل اقتصادية ولا مشاكل اجتماعية ولا مشاكل نفسية، لكن بتلاقي كتير جدا من هذه المشاكل الموجودة، حتى يعني مش موجودة عند الفقراء لكنها موجودة عند الأغنياء. وخلينا على تواصل دائم، وإن شاء الله أني أكون أنا وصلت الفكرة لكم، ويريد تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا هذه الفيديوهات بين الناس. وزي ما بقول دائما إن أنا قضيت وقت ممتع جدا معكم، يا رب تكونوا أنتوا كمان قضيتوا وقت ممتع في مشاهدتكم هذه الحلقة. وإذا عجبتكم هذه الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واتركوا لي تعليقاتكم بالأسفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.